هذا يقول انه يتكلم كلام سيء، يقول انه يحلق لحيته ويدمن على الدخان، فبماذا تنصحني؟ ننصحك بالتوبة إلى الله عز وجل، تترك حلق اللحية وتترك الدخان، تترك هاتين المعصيتين، تتوب إلى الله عز وجل وتبادر بالتوبة، والله يتوب على من تاب، ولا تستمر على المعصية، بل يجب عليك المبادرة بالتوبة والعزم على ترك المعصية، والله يعينك على ذلك، ولا يخدعك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء وتستمر على المعصية فيختم لك بسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ما تدري الموت متى يحصل، فيأتيك الموت وأنت تائب لله، ولا يأتيك الموت وأنت مصر على المعاصي فتنتقل إلى الدار الآخرة وأنت عاصيا لله عز وجل. عليك بالتوبة والمبادرة، والله يتوب على من تاب.